محطة مهمة بإقليم الدريوش اللي عرفت واحد تدشين ديال عدد ديال المشاريع. كانت زيارة لجماعة أمغار اللي تم توزيع عدد من الأكشاك للتعاونيات. هاد التعاونيات اللي باش تعرض المنتوجات ديالها اليوم كتشوفوا هاد الأكشاك اللي متواجدة على الطريق الوطنية. هذا كيخلي هاد التعاونيات كتكون أكثر تنظيم، وكتكون تستفد من المشاريع اللي خدتها من الجهة، وكذلك هاد المواد ديالها يعني كيكون التسويق ديالها بواحد الطريقة اللي كتكون في المستوى، واللي ربما يكون فيها إن شاء الله مردودية أكثر. أما بالنسبة للتروغوت كذلك هناك كما تشوفوا كان توزيع ديال الأكشاك كذلك على عدد كبير من التعاونيات، وجينا نشوفوا كذلك عدد المشاريع، عدد كبير المشاريع اللي عرفت خرجت إلى الوجود، اللي تقريبا هذا حصيلة ديال 3 سنوات في هذا الإقليم اللي تقريبا تقدر ب 300 مليون تاع الدرهم، وهي عباره عن طرقات اللي تقريبا 121 مليون تاع الدرهم. هناك كهرباء في العالم القروي، بناء الملاعب القرب، بناء قاعه مغطاه، فتح مسالك طرقيه بواسطه الاليات ديال مجلس الجهه، توزيع ديال سيارات النقل المدرسي، كذلك دعم الشباب في التشغيل، وهي عباره عن انشاء وتكوين عدة تعاونيات اللي استفدت من الدعم ديال مجلس الجهة. اليوم في ظرف 3 سنوات اليوم هذا الإقليم يكون استفد تقريبا 300 مليون تاع الدرهم من مجلس الجهة، إضافة إلى هناك عدة اتفاقيات مع أطراف أخرى اللي مع وزارة التجهيز، الفلاحة، الماء، يعني هناك عدة اتفاقيات اللي اليوم ما كنتكلموش عليها، اللي لا زالت الاشغال ديالها في طور الانجاز. اليوم كنتكلموا تقريبا على الاشغال اللي انجزت في الثلاث سنوات 2016 و2017 و2018. اليوم كانوا تواجدوا بجامعه تروغوت، هي منطقه ساحليه جميله اللي كتحد مع الاقليم ديال الحسيمه. ان شاء الله اللي هناك افاق واعده، والجهه غادي تكون ديما راه الاشاره ديال السكينه ان شاء الله، اللي غادي نبداو نشتغلوا على المخطط الثلاثي المقبل، وهو سنه 2019 و2021 اللي غادي نبدا ان شاء الله بدايه هذه السنه، عاود كذلك تبدا الدراسات واعطاء انطلاق الاشغال، باش نشوفوا ان شاء الله هذه 6 سنوات تكون الجهه جميع الاقاليم ديالها استفدت من المشاريع ديال الجهه، وكذلك نكونوا اشتغلنا على العداله المجاليه اللي منها الاقليم ديال الدريوش اللي كان يعرف واحد النقص، اللي كان يعرف يعني كان تفاوت ما بين الاقاليم. اليوم اللي كنتكلموا على الاقليم ديال الدريوش، جراده، بوعرفه، كذلك تاوريت نسبيا، وقرسيف، هذه 5 الاقاليم اللي تعطاتها واحد الاهميه كبيره، اللي باش ان شاء الله نحاولوا، باش لانها هي منطقه قرويه، منطقه اللي رعويه، هناك منطقات سياحيه اللي ان شاء الله بهذا المشروع هذا غادي نكون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.